ولا قطة بتحبني؟ أنا بحب القطة والقطة بتحبني يا غزلان. وران يا سادة مع الطرب، الطرب الجميل، آخر سلالة المطرب الشهير أبو درا شعب كل الصفات. حسام طيبين، ويقعد عليكم الايام بخير يا رب. اعرفكم بنفسي، انا شعبولة الفل ابو قلب حديد، لا موت يهمه ولا سجن يلمه. انا بعون الله عندي كفاءه اخش بكتفي في اسم السيده جيبكم تراب، بس الادب فضلوه عن العلم. وعشان زمان قالوا الصراحه راحه والرجوله ادب والاونطه ما تاكلش عيش، هخش معاكم على المفيد. انا لا اونطاجي ولا نصاب ولا بلعب ثلاث ورقات، والتعلب فات فات وفضلوا سبع لفات. أنا لا جاي أبيع شربة الحاج محمود ولا تركيبة الحسد والحسود، أنا راجل شقيان وباكلها بعرق جبيني. أنا بعون الله هولع شعلة نار دلوقتي وأنفخ فيها تتقلب نار جهنم، هخش أقعد جوه النار دي ساعة زمن من غير ما أقول أي، لأن النار ما بتحرقش مؤمن. النار على الظالم والمفتري وابن الحرام، وتشجيعة كبيرة قوي بقى. ربنا يسعد ايامكم ويبعد عنكم ولاد الحرام. المدفع اللي انتوا شفتوه قدامكم ده معمول مخصوص عشان الوحده العربيه والنصر الكبير. وعشان نفهم يعني ايه مدفع نشتهج حروفه. اول حرف السين، السين سودة على اللئيم وخضرة على الكريم وبيضة على ابن الحلال اللي هيمد ايده في جيبه ويفتح الباب ويقول لي ده نقوطك يا شعبولة. محدش اتحرك، ماشي. تاني حرف العين، عينيا بتضحك وقلبي بيبكي. انا بالمدفع ده هضرب البومبه الكبيره اقطع البت غزلان لاربعين حته وحته، حلم منها 39. وقبل ما حد يقول لي فين الحته الاربعين، انا عايز الكريم ابن الكريم اللي هيمد ايده في جيبه ويطلع 25 صاغه 25 بيستر قول لي. وتشجيعه كبيره قوي، سلام للكرم العربي. سلام قوي. اللي دخلك يا اخوي؟ نعم. اللي دخلك؟ انا قلت ابو دريع. اللي دخلك يا شعبول؟ انت نسيت ولا ايه؟ ايه اللي نسيت؟ يلا امشي من خلينا استنى بس اما نلم النقود. محدش مد ايده في جيبه، حد قدم نمره قبل مني؟ ما انت عارف يا اخويا نمرتك هي الاول. انا بحب ابقى البريب والمرنج في كل حاجه. صبرك عليا بس، صبرك عليا، صبرك عليا. انت بتشافي معايا كده ليه؟ يعني ايه؟ عليا النعمه لو طير اللي في قلبي لترتاح وتريحي يا اخويا. ده انا امبارح بس لسه حلم لك حلم، ربنا يجعله من حدك ومن نصيبك. حلو يا ولا؟ قولي خير. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير يا اخويا. قال انا وانت غزلان قاعدين في جنينه. وانا قاعد عمال اكلك اكلك وانت ولا بيبان عليكي، بس نفسك مفتوحه وشغاله برضه. انا وانت؟ انت كنت ناسي يا حبيبي انك متجوز، فافتكر ان انا بحب فارس، فارس ابو شنب يا عديم الشنب، وان شاء الله يجي لي محامي قد الدنيا. محامي بايه؟ بلسانس الحقوق يا حبيبي. اسانس؟ ايوه. جات الخيب عليه، ما انتوا الاثنين قطعيه واحده، قرم زي بعض. انا عارف لما تتجوزوا هتخلفوا ايه؟ عينات. انا اعرف اتنين قصيرين زيكم كده اتجوزوا خلفوا عيل بيدوروا عليه لغايه دلوقتي مش لاقيينه. يا ريس قالها يا ريس. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا الله، انت بتعمل ايه كل ده؟ انت مش تقدم نمرتك وتمشي تروح في تقعد في حته؟ الله، وانا هتبقى قاعد على طول كده؟ انا اللي هقدم. ولا مالك؟ انا اللي هقدم، بقول لك كفايه بقى. مالك يا حنفي؟ نزل ايدك بقى وانا هديلك على وشك. ولا اوعى بقى. حضرات الساده، حضرات الساده. ايوه حضرات الساده، تعالى نصفيك النهارده ولا ايه؟ امشي دلوقتي، امشي دلوقتي، خليني اقدم. يلا يلا بره، يلا امشي دلوقتي، ما تتعبنيش معاك، خليني اقدم. ليه تطلع ايه؟ اطلع ايه؟ انا حنفي. انهو حنفي اللي ضرب القمر مطوه طرطش دم على النجوم. اصحى ياما. ولا ايه؟ انت عارف عين السيرة؟ عارفها. انا اللي خزقتها. عارف العين السخنة؟ انا اللي سخنتها. عارف المطرية؟ عارف. انا اللي طريتها. عارف الدقي؟ انا اللي عملت ايه؟ عملت ايه؟ انا اللي دقدقته. عارف المهندسين؟ عارف. انا اللي هندستها. عارف العجوزة؟ انا ابنها. ابن العجوزة.
فين القتاوه ولا حنفي؟ ابعد عني بدل ما ههزقك يا شعبول، انا مش ناقصك السعادي. تهزق مين يالا؟ ههزقك. تهزق مين يالا؟ ايه ده؟ طب هزقني حنفي. لا بجد ههزقك. انا النهارده جاي وعايز حد يهزقني. هو النهارده ايه؟ النهارده السبت. ما بهزقش حد السبت. النهارده الحد. ايه ده؟ ده اليوم اللي انا بتهزق فيه، تصدق؟ ولا ايه انت بتلعب في النتيجه؟ ولا عارفك انت. انت الظاهر مش عارفني كويس. عارفك محمود الجندي. انا منين يالا؟ انت من زمان يا ريس. لا مش من زمان. من دلوقتي. انا من امبابه يالا. ايه ده؟ وكل المناطق محطات الا امبابه ليها مطار. اه. وعشان المطار والطيارات خد دي. ايه دي طياره يا باشا؟ ولا عارف امبابه؟ انا اللي قام ببتها. يا اما راجل في المول ده. يا اما مفيش راجل هنا. يا كشري يا انت وهو عامل زيته وزنبليطه للمال. ايه الحكايه دي يا واد حنفي؟ ايه يا ريس؟ الف سلام. سامع انا بره الخيمه كده الكلام ماهوش لادد علي. ايوه. قالوا واحد بيخرف يقول لك مفيش رداله مفيش رداله. الرداله كتير يا ولد، عيب الكلام ده. اه صحيح الرداله كتير، بس هو اللي كان بيقول الكلام ده يا ريس. ايوه انا اللي قلت مفيش رجاله، وبكررها تاني بقول لك مفيش رجاله في المول الدلانه. ابو يا باي مالك فيك ايه؟ نافش نفسك كده ليه ولابس احمر وعتزغرز زي الديك الرومي؟ عايز ابو شنب. عيب يا ولد الكلام اللي انت بتقوله ده، ده اللي مربيك. لو انت اللي مربيني بحق وعايزني احترمك زي زمان، رجع لي حقي وحق امي اللي انت شفهته بالضالين. ايه حق امه ده اللي كل شويه يتكلم عنه؟ ايوه ارضي وارض امي. اتصدقوا بالله؟ لا 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 الله، سيدنا محمد. الود لما اتجوزت امه كان جد كده لا مغزل وحافيه. امه كانت جد كده لو حافيه. وابوه كان بكوتشي؟ ولا لما نعرف يا ناقصاك. ايه رايك بقى؟ انا مش هرد عليك. قصدك ايه؟ انا هخلي انت واحد في الفرقه يكلمك. ايه ده؟ اهدانا يا ريس. ايوه انت. ايوه انت. ولا ايوه رايك؟ قول له. اقول له. قول له المعلم شعبولة كبير قوي بيقول لك مفيش شغل النهارده. المعلم شعبولة كبير قوي بيقول لك امشي اطلع بره. ولا ايوه يا ريس. قول له. ايوه اقول له. قول له المعلم شعبولة كبير قوي بيقول لك لو في شغل انت تحديدا مالكش شغل النهارده. معلم شعبولة بيقول لك. ولا ايوه يا ريس. حاضر. قول له لم شويه الصيع اللي معاه دول وروح يسرح بيهم على الكورنيش. كورنيش؟ لا لا ده انت اللي تسرح على الكورنيش. قول له يا ريس بقى ان انت اللي بتسرح على الكورنيش. اللي يقول له يقول له يقول له 15 كله كله ما فهمتش منهم حاجه. 15 كله كله ما فهمتش.